للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. لو توضح لنا في البداية أهمية هذه الاتفاقية من البداية. يمكن الاتفاقية كانت في البداية خالص ما بين مصر ممثلة طبعا في وزارة التعاون الدولي والحكومة الأمريكية، الغرض منها أن يتم المساهمة في تنمية شمال سيناء. الاتفاقية كانت بحوالي 50 مليون دولار في البداية، وتم إضافة أو تعديل الاتفاقية بإضافة منحة إضافية بقيمة 6 مليون دولار. الاتفاقية دي الغرض منها أن يبقى في مجموعة كبيرة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتقدر أن هي ترفع من كفاءة الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن في إقليم أو في الجزء المتعلق بشمال سيناء. المشروعات دي هتقدر أن هي توفر مياه الشرب لأكثر من 300 ألف مواطن، وتقدر أن هي تقدم خدمات الصرف الصحي لحوالي 100 ألف مواطن، بجانب طبعا المشروعات المتعلقة بخدمات النقل وقطاع الزراعة، لان احنا كمان من ضمن المشروعات ديت الجزء الخاص بحفر الابار بالنسبه لشمال سيناء، وده اللي يقدر يخدم بشكل كبير على قطاع الزراعه هناك، ومن ثم يقدر ان هو يحسن من حياه المواطن، ويقدر ان هو يعني يبقى ضخ هذه الاموال في هذا الوقت كمان اللي يمكن يعني وقت حساس جدا، ووقت بنمر بيه بتداعيات فيروس كورونا ومؤثره طبعا بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، لكن الدولة عندها إصرار إن هي تستكمل عملية التنمية، وبالتالي الاتفاقيات والشراكات مع اقتصادات كبرى مثل الاقتصاد الأمريكي يقدر إن هو يوجه الوفرات ديت لاستكمال عملية التنمية، وبالأخص في شمال سيناء اللي يمكن كان بيعاني من تهميش طبعا لفترات طويلة، لكن الدولة بدأت بخطة طموحة في تنمية سيناء بشكل عام وبالأخص يمكن في منطقة الشمال. طيب خليني أتكلم مع حضرتك عن إنعكاس هذه الاتفاقية والتعديل الجديد بإضافة الستة ملايين دولار على بعض القطاعات، يعني لو تكلمنا عن فرص العمل وتوفير مزيد من فرص العمل، كيف يساهم حتى هذا التعديل أو تساهم الاتفاقية ككل في هذا الشأن تحديدا؟ خلينا نقول ان مع خطوات التنمية اللي الدولة بتقوم بيها ده بيدي كمان مساحة اكبر للقطاع الخاص ان هو يستثمر في سيناء وبالاخص في منطقة الشمال. الاستثمارات الموجهة سواء من جانب الدولة او الاستثمارات الموجهة من القطاع الخاص بيدي فرصة اكبر لتوفير فرص العمل في عديد من القطاعات. سيناء على وجه التحديد من الاماكن اللي بتتمتع بموارد عديده جدا، ولكن للاسف الموارد ديت ما كانتش مستغله استغلال امثل. فكره ان يبقى في خطوات مرتبطه بالتنميه ده اللي هيقدر يخلينا نستغل الموارد ديت، يقدر يخلينا نستغل المساحه اللي موجوده، نقدر نفيد ان احنا نوفر فرص استثماريه جديده للقطاع الخاص، نقدر ان احنا نجذب استثمارات اجنبيه جديده. دي كلها هتقدر ان هي تحقق مجموعه كبيره من العوائد، جزء منها مرتبط باستغلال الموارد المتاحه، وطبعا من ضمنها الموارد البشريه عن طريق فرص العمل اللي بيتم تقديمها، كمان ازاي ان احنا نقدر نقدم منتجات وسلع اضافيه في السوق المصري، وكمان يبقى ليه دور ومردود في زياده الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، بجانب ان الاستثمارات ديت بعد كده بيبقى في ضرائب بتقدر ان احنا الدوله تحصلها، وبالتالي ده بيبقى ليه مردود ايجابي على زياده الحصيله الضريبيه للدوله، فبالتالي الاستثمارات والتنميه هي الوقود الاساسي لاي اقتصاد، وان احنا نستغل حوالي 6% من مساحه مصر ده جزء مهم جدا وقيمه مضافه للاقتصاد المصري. كمان احنا لما نيجي نبص للامر زي ما بنتكلم على الشق الاقتصادي، لكن برضه في شق اجتماعي وفي شق امني لازم ان احنا نعم ده مهم جدا. في الاتفاقيه لها علاقه بالشان الاجتماعي، لها علاقه بالتعليم، لها علاقه بالامور ذات الاولويه بالنسبه للمواطن هناك. اكيد طبعا الفكره كلها من التنميه، احنا بنتحدث عن تنميه شامله ومستدامه، مش بنتحدث عن الجزء المرتبط ب
بعض الخدمات فقط، لان احنا لما بنتكلم على قطاعات مرتبطه بالزراعه، بنتكلم على قطاعات خاصه بتوفير الخدمات الاساسيه. جزء من عمليه التنميه هو ازاي ان يبقى في تطوير برضه لمشروعات التعليم. وخلينا نقول كمان ان الدوله حتى بعيدا عن الاتفاقيه هي بدات بالفعل في عديد من المشروعات المتعلقه سواء على مستوى التعليم الاساسي او التعليم الجامعي في سيناء. يعني الدوله كمان يمكن مش منتظره فقط الاتفاقيه، لكن الاتفاقيه بتقدر ان هي تعزز من الجهود ديت، لانها كمان بتوفر ملايين من الدولارات تقدر ان هي تسرع بشكل كبير في عمليه التنميه. لان كمان حتى مصر عامله شبكه تعاون قويه جدا سواء مع الجانب الامريكي او عديد من الصناديق العربيه والدول العربيه الشقيقه اللي كان ليها برضه مساهمات واضحه في ملف تنميه سيناء. فعشان يبقى الامر واضح، احنا مش بنلخص المشهد كله في الولايات المتحده الامريكيه، لكن في تعاون كبير جدا وفي جهود واضحه جدا من جانب عديد من الدول. ولكن الشراكه الامريكيه هي برضه خلينا نقول ان هي بتعزز بشكل كبير قوه ومتانه العلاقات المصريه الامريكيه، وبالذات في الشان الاقتصادي وبالاخص في ملف شائك وهو مرتبط بتنميه سيناء. طيب دكتور علي، كان لما كنا بنتكلم عن الامور المحفزه للقطاع الخاص كنا بنقول انه الدوله لما بتضخ اموال في اتجاه معين او في مكان معين هذا بيكون دافع للقطاع الخاص، لانه الدوله بالتاكيد مش هتضخ اموال في مكان من الصعب يعني جني الارباح منه او من الصعب التنميه فيه. هذا ايضا ينطبق على طبيعه الدول اللي بتتم معها الاتفاقيه. اعلم ان هناك دول كثيره، ولكن بالحديث عن الولايات المتحده الامريكيه، الى اي درجه يعني اسم هذه الدوله ايضا في الاتفاقيه يعطي دفعة للقطاع الخاص بأهمية هذا المكان وضرورة الاستثمار فيه وأيضا ربحية الاستثمار فيه؟ خلينا نبدأ كلامنا أن طبعا ثقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد المصري وفي الإدارة الحكيمة لمصر، وإزاي أن الخطوات الجادة المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح لمستويات المعيشة بالنسبة للمصريين هي خطوات جادة. وكمان شايفين ومتابعين خلال الفترة القليلة الماضية الإشادة الواضحة من كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الإصلاحات اللي بتمر بيها مصر على مستوى العلاقات الاقتصادية. كمان ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر أكبر متلقي للاستثمارات الأمريكية على مستوى القارة الإفريقية، وتاني دولة على مستوى الشرق الأوسط، وده ثقة كبيرة متبادلة ما بين الدولتين. وكمان ان الولايات المتحدة الأمريكية يبقى في تعديل وفي جدية في تنفيذ هذه الشراكة والاتفاقية، اكيد ده بيأكد ازاي ان هم متابعين الخطوات الجادة اللي الدولة بتتحرك فيها، وبالاخص كمان في شمال سيناء اللي يمكن يعني زي ما احنا كنا يعني متابعين وشايفين المنطقة كان فيها كتير من المشاكل الأمنية اللي ابتدت تتحل بسلاح التنمية، وده يمكن اللي الدولة أكدت عليه من بداية الأمر من أول يمكن 2014 وإحنا بنتحرك على إزاي إن إحنا نحارب كل المشاكل الأمنية اللي إحنا بنمر بيها في هذه المنطقة عن طريق التنمية وعن طريق الاستثمار، واللي ابتدت تدي ثقة للقطاع الخاص إن هو كمان يشارك الدولة في عملية التنمية، وابتدى كمان يشجع عديد من الدول سواء العربية أو الأجنبية إنها تضخ استثمارات أو إن هي تقدم منح وتمويلات لتنمية سيناء. طيب إذا أخذنا في الاعتبار أيضا دكتور علي الطبيعة أصلا اقتصادية للرئيس ترامب وفكرة أنه يعني لم يتم توجيه أو ضخ الأموال أو الشراكات والاتفاقيات مع دول إلا إذا كان متأكد من العائد الاقتصادي لها، كيف تنظر إلى هذه الجزئية أيضا؟ يمكن زي ما حضرتك قلت، يعني يمكن ترامب بطبيعة عمله ما قبل رئاسته او توليه الرئاسه في الولايات المتحده الامريكيه فهو رجل اعمال ومستثمر ورجل اقتصاد، وبالتالي هو ينظر الى العوائد السياسيه والاقتصاديه معا من اي خطوه بيخطوها، وهو يدرك تماما حجم وثقل مصر في المنطقه العربيه، وبالتالي الاتفاقيات من هذا النوع لها شقين، شق اقتصادي وشق اخر سياسي، ما نقدرش ان احنا نفصل الجانبين دول عن بعض.
الجزء الاقتصادي اكيد بيتحقق من العوائد الاقتصاديه من هذه الشراكه، وازاي ان يبقى في اكيد تعاون اكبر ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه في الفتره القادمه، وازاي ان يبقى في اكيد تنسيق عديد من الملفات السياسيه فالشقين مرتبطين ببعض. طيب مدى تشجيع الدول والاستثمارات الأجنبية أيضا؟ يعني طبعا الوضع الآن الطيران متوقف، أو مسألة أنه رجل أعمال يتجه إلى دولة، أو الاستثمار الأجنبي يعني، لكن في المستقبل، أو يعني في عندما نتحدث عن المستقبل القريب، نقول أنه هل هذه الخطوة تشجع الاستثمارات الأجنبية من دول أخرى على المجيء إلى شمال سيناء والاستثمار وعقد الاتفاقيات كما فعلت الولايات المتحدة وغيرها من الدول؟ أكيد الفترة اللي احنا بنمر بيها هي فترة طبعا صعبة، وده مش احنا بس بنمر بيها، الاقتصاد العالمي كله بيمر طبعا بحالة من حالات انخفاض في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلينا نقول إن دوت ليس بالجديد، يعني احنا يمكن حتى في 2019 كان في حالة انخفاض للاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بأكثر من 24% نتيجة حرب تجارية وحالة ركود في الاقتصاد العالمي، ولكن مع تداعيات فيروس كورونا فالأمور ازدادت سوءا، وللأسف الشديد التراجع دوت ابتدى يصيب عديد من القطاعات، طبعا أبرزها قطاع السياحة والطيران، وياتي بعدها عديد من القطاعات الاخرى، سواء بنتحدث عن قطاع النقل او الصناعه او غيرها من القطاعات. لكن خلينا نقول ان احنا كدوله بنتحرك على ملفين مهمين جدا. الملف الاولاني ازاي ان الدوله بتلتزم بكل المشروعات اللي بتقوم بيها، وده بيدي رساله ثقه للقطاع الخاص ان هو كمان يبدا مشروعاته. الدوله بتتحرك على ملف مرتبط بالتعايش مع فيروس كورونا والتوازن ما بين عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والجزء الأخير إزاي إن دوت يقدر مع تهيئة مناخ الاستثمار في مصر إن هو يجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة. وعلى فكرة إحنا كان لينا تجربة في الأيام القليلة الماضية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عن طريق طرح السندات الدولارية، وكان في إقبال كبير جدا من جانب المستثمرين الأجانب، ودي تدينا برضه رسالة طمأنينة إن بالنسبة للاستثمارات المباشرة باذن الله تتعافى ويبقى في زياده فيها الفتره القادمه في ظل الجهود اللي الدوله بتستكملها. اشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.